الخمسينات، والتعداد السكاني كان هنا لمحافظة الخليل قرابة 400 شخص. لكن الأنوار اللي حواليا دلوقتي بتؤكد ونحن في 2023 بأن خلاص امتلأت الخليل عن بكرة أبيها بالسكان الفلسطينيين الرابدين. ومن هنا نتكلم عن صناعة الأمل وصناعة أيضا. إذن هنا دور الأستاذ عبدو إدريس. عارف سعادتي وأنا أتكلم معك وأنت بهذا البوست أو الوظيفة، معناها أننا أمام محافظة تنتج ولديها مصنوعات، حدثنا عن هذا. تحياتي لكم جميعا وأهلا وسهلا فيكم بمحافظة الخليل وبفلسطين دائما. إحنا يعني اليوم بنقول فلسطينيا إحنا حكايتنا غير، يعني لغة العين دائما بنقول غير لغة السمع. لهذا السبب اليوم احنا مبسوطين بوجودكم عنا وكاميراتكم موجودة، وبعتقد هاي بتسهم بإنصاف الشعب الفلسطيني، لأنه لازم حكايتنا يشوفوها كل مواطن وكل مواطن عربي وكل إنسان حر ومساند للعدالة بالعالم وين ما كان. أنا بس عفوا للمقاطعة، أنا كنت أسأله برا الهواء فبحكي له هدول السكان والناس والبيوت كيف ساكنين يعني، واليهودي أو الإسرائيلي على رأسهم عم بيراقبهم كما هو خلفنا مباشرة. فكنت تحكي لي أنه لا يجوز مقارنتنا بأي حالة أو بأي مكان آخر، صحيح. نحن هنا حالة مختلفة. بس يا لانا أنا وأنت مندهشين، ولكن الثبات واضح على زميلنا طبعا العزيز ولكن وعلى السادة الضيوف، ولكن إحنا انعكاس للوطن العربي الذي لا يعرف الحقيقة. أكيد أكيد. فأنا بدي أحكي لك، أنا دائما يعني من خلال عملنا بممثلين للقطاع الخاص، يعني إحنا أحيانا في تناقض بالحياة، بنعيش كل أنواع الحياة من برا لجوه لوين ما كان بالشق الاقتصادي، لأنه أنت في الآخر نتقاطع مع الجميع. أنا بقول لك إحنا دائما فلسطينيين حتى نكون واقعيين بنقول برغم الألم لدينا وكي. كل الأمل، ما في مجال، وغدا أجمل بكل التفاصيل. اليابان فيها كل شوي زلزال، كل مبتلى بالدنيا، في ابتلاءات كثيرة، الله ابتلانا بالاحتلال ولكن قدرنا. يعني أنا يعني دائما بقول إنه الشعب الفلسطيني هو يعني مبتلى بالنتيجة ولكن احتلال بالآخر. يعني مهما بدي أشرح مهما بدي أحكي خلينا في صناعة الأمل، احتلال بالآخر. ولكن مع ذلك أنا بحكي لك محافظة الخليل فيها تقريبا 27 ألف منشأة اقتصادية، فيها الألم اللي بدي أحكي عنه بالأول. إحنا عندنا 1800 محل تقريبا في البلدة القديمة والمناطق المحيطة، عندنا 512 محل مغلق بأمر عسكري من 22 و28 عام ومنذ عشرات السنوات. عندنا حجم الخسائر في البلدة القديمة تقريبا 4 مليار دولار بإحصاء من لجنة الإعمار بلجنة دولية، 4 مليار دولار بسبب الإغلاقات الإسرائيلية. إغلاقات في هاي المنطقة، في هاي المنطقة بسبب إغلاق المحلات وإغلاق الطرق والممرات. هذا الظلم اللي مسؤول عنه العالم كله، كل إنسان حر مسؤول عنه. هاي المحلات ضرب الاقتصاد، أصل الاقتصاد وأصل في محافظة الخليل البلدة القديمة والمناطق المحيطة، بتحكي ب 1800 محل، 512 محل مغلق بأمر عسكري منذ عشرات السنوات و1000 محل مغلق بسبب الإغلاقات. إحنا بنعمل جهدنا، بنحاول بكل الوسائل بالتعاون مع لجنة الإحمار، مع البلدية، مع المؤسسات، مع الدولة، مع وين مكان، نحاول نثبت الناس ونعطي قد ما بنقدر، ولكن المطلوب الحل هو إزالة الاحتلال حتى نرجع لذلك. ولكن مع كل ذلك، مع كل ما نراه وكل الأصوات اللي بتسمعوها، برغم من ذلك فيها المنشآت الصناعية والاقتصادية، فيها مصانع فيها 1000 عامل و1200 و700 و500 معامل، وأنا بعتقد إن شاء الله بالمستقبل اتفقنا مع أخونا الكبير وأستاذنا مدير التلفزيون إنه يكون بزيارة كمان حتى نشوف الأمل اللي بنحكي عنه. إحنا بنحاول قدر المستطاع نرسم البسمة للأجيال القادمة كمان، ونقول لهم لا بالعكس إحنا كمان كشعب فلسطيني بكل محافظاتنا مش بس بالخليل كمان عندنا ما نقول وعندنا صناعة بنصنع وبننتج كمان. ثقافة الإنتاج لازم نزرع ولازم ننتج ولازم تحدي، ما في حل غير هيك. وأنا بدي أحكي لكم بكل وضوح، إحنا رجال أعمال وبنسافر وبنطلع وبنشوف الدنيا وين ما كان. أنا بقول لك التحدي اللي موجود هون وقصص النجاح للقطاع الخاص الفلسطيني الموجودة أنا بعتقد يجب أن تدون بالتاريخ. طيب خلينا عند هذه النقطة، سنأتي على هذه المسألة أيضا في سياق ما تبقى لنا من وقت، لكن وأنتما أسهبتما والأخونا عماد أسهب في الحديث عما تقوم به اللي هي لجنة إعادة الإعمار من تقديم مساعدات للمواطنين في إطار تعزيز صمود المواطن الفلسطيني. أنا بصراحة فكري شرد وهي بتحكي لي عن الأمل، ولانا وشافكي بيحكوا عن الأمل بالكثير من الشغف والحب. أنا يعني وحكيت أستاذي الكريم
عبد إدريس عن كيف كانت نسبة عدد السكان في الخليل في الخمسينات وما وصلت إليه الآن. إحنا في 2023 أنا بطلع على هذه السلسلة من الروابي التي تعتليها بيوت الفلسطينيين، في كل بيت في 1000 قصة نجاح و1000 قصة حب و1000 قصة أمل، ولكن في غصة مقابل ذلك. حكيت لي أنه 27,000 منشأة صناعية في البلد، وحكى لي الأستاذ عماد عن كم هائل من الإنجازات للجنة الإعمار. أنا بدي تحطوني اثنين في صلب المعوقات الإسرائيلية التي تحول دون تمكن مؤسساتكم ومؤسساتكم أيضا بالقيام بواجباتها الوظيفية والإنسانية على أكمل وجه. تفضل أستاذ عماد. شكرا. يعني طبعا إحنا وصلنا لمرحلة إنه تعودنا على هذه الإعاقات وهذه الانتهاكات، صرنا ننسيها لما بنتحدث وكأنها شيء مش موجود، لأنه شيء كأنه شيء معتاد صار عندنا. موضوع منع الترميم على وجه الخصوص، نعم. إذا بدنا نيجي لهاي الإعاقة، أول شيء يعني هناك مباني ممنوع إنه نرممها نهائيا أو نوصلها أو ندخلها، وهناك مباني ممكن إنه نكون بشرنا العمل فيها وييجوا يمنعونا ويطردوا عمالنا منها. هناك مباني لا نستطيع إيصال المعدات الثقيلة والسيارات والشاحنات إليها. نحكي عن البلد القديمة تحديدا. نحكي عن البلد القديمة بس فقط للتوضيح للمشاهد. نعم، هناك بعض المباني يعني العديد من التدرجات، لا أريد أن أدخل بتفصيلات، ولكن يعني هذه الإعاقات اليومية حدث بنا إلى في بعض الأحيان إلى إسكان العامل وعائلته داخل المنزل على التراب حتى أنه يقوموا بالإصلاح، وتم اعتقال بعض العائلات كليا وتوقيعهم على تعهدات بأن لا يعودوا للسكن في هذا المنزل. فيعني هناك حالات عندما في بعض الأحيان عندما نمنع من إدخال الشاحنات وعربات النقل نستخدم قد يكون الأحصنة أو العربات، وتم تقييد بعض الأحصنة. تخيل هذا المحتل وهذه الدولة التي تتباهى بجبروتها العسكري أن تقوم بتقييد أرجل حصان لأنه ينقل مواد. يعني الحديث يطول وطبعا حلقتكم قصيرة، أنا كنت أتمنى أنه يكون هناك يوم كامل لتغطية البلدة القديمة ومعاناة البلدة القديمة، بحيث أنه لو إحنا جينا على بعض الحواجز راح تشوف أنه في قائمة في الممنوعات اللي لازم تفوت. نحن تجولنا بالمدينة وشاهدنا يعني حاولنا أن نتلمس وجع المواطن اليومي، لكن في مقابل كل ذلك زي ما حكوا الصبايا يعني في جلد أكيد صراحة وفي صبر وفي إصرار أكيد وفي تحدي. أنا بدي أركز بس كمان أحكي بما أنه يعني تحدثنا عن المنازل، طبعا كما ذكرت الحديث يطول، ولكن أنا بدي أعطي مثال على الحرم الإبراهيمي الشريف. الحرم الإبراهيمي الشريف نحن كلجنة إعمار خليل نعمل على صيانته وترميمه منذ نحو 20 عام. لك أن تتخيل هذا الصرح التاريخي الضخم الذي يمتد عمره إلى 2000 عام، كم هو بحاجة إلى عناية ودقة في العمل. ولكن يعني في بعض الأحيان نضطر لإفراغ كيس الإسمنت وكيس الرمل على الحواجز وإعادة تعبئتها خشية أنه يكون في مفك في جهد في داخله، فما بالك عندما نتحدث عن هذا الجهد الكبير. نعم. طب أنا بدي أنتقل بنفس السؤال لأستاذ عبد إدريس، وإحنا قطعنا كان بيحكي عن هم شريك أصيل للقطاع العام، القطاع الخاص يقوم بجهود جبار في موضوع التنمية الاقتصادية على مستوى الوطن. المعوقات الأبرز ما يعوق عملكم أنتم في موضوع المدن الصناعية، حكيت لي قبل وإحنا تحت الهواء عن شيء بسلفية، عن مشروع بجنين، حكيت لي عن مشاريع واعدة بصراحة. يعني أنا بدي أحكي لك أول شيء لجنة إعمار الخليل، حتى نكمل موضوع لجنة الإعمار، هم مشكورين على جهودهم وهم اشتغلوا معنا، رمموا المحلات التجارية بشكل جميل جدا، ممتاز عظيم، ونعتز فيه. إن شاء الله بتيجي الأيام القادمة تسوي جولات وبتشوفوا شيء، يعني أنا بعتقد أنه يسجل لإلهم، وجهودهم بعتقد بالحرم الإبراهيمي وين ما كان مشهود لها، ولكن بالآخر المعيقات كثيرة بما يتعلق في موضوع الإجراءات الإسرائيلية. بموضوع الإجراءات الإسرائيلية وش المناطق الصناعية،
أغلب المناطق سي اليوم ما في سكن بالخليل، في بالمدينة لوحدة 300 ألف نسمة اليوم ما ضل مناطق للسكن، يعني ما ضل الأرض نبني فيها للسكن. فعشان هيك اليوم بالظرف اللي بنعيش فيه إحنا بحاجة لمناطق صناعية، بحاجة نتوسع إن كان بسلفيت أو بالخليل أو بنابلس أو بجنين. فإحنا اليوم أغلب المناطق هاي موجود مناطق تصنيفها بمنطقة سي اللي هي تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية، وهي يعني هذا الموضوع إحنا بنطالب بشكل دائم بهذا الموضوع حتى نقدر ننشئ ونتوسع في موضوع المصانع. في بوادر إيجابية؟ ما في حل إلا هيك، شو بالآخر بده يصير، ما في حل. أنا نفسي أعرف ماذا تنتج الخليل. كل شيء. زي إيه؟ ادينا أمثلة. يعني أعطيك مثال. يعني قربنا إلى المصانع. بفلسطين. دخلني المصانع. قولي بتطلعوا إيه. حاضر. من الصناعات المهمة صناعة الحجر بفلسطين، يعني عنا بنسميه الذهب الأبيض، إحنا هذا ينتج ويصدر إلى العالم، الذهب الأبيض اللي هو الحجر الفلسطيني طبعا. بتصدر للعديد من دول العالم، مطارات في أمريكا تسوت منه، بنصدر لدول الخليج للأردن لوين ما كان بنصدر. موضوع الصناعات البلاستيكية هي صناعات متطورة، صناعات تحويلية بشكل كتير كبير وبتنمو بشكل كتير كبير، وفيها يعني في بعض المصانع فيها 700-800 موظف. في عنا صناعات مثل الذهب، يعني صناعة الذهب في فلسطين بتنتعش عمالها وبتكبر، يعني السنة الماضية ما تم دباغته لدى السلطة الوطنية بوزارة الاقتصاد 18 طن، عندنا تقريبا حوالين أكثر من 100 مصنع اليوم بعيد تصنيع الذهب المعادن الثمينة، وهذا قطاع واعد. وعمالنا احنا كمان أصبح في مساقات بالتعامل مع الغرفة التجارية. خلينا بس نستفيد من الوقت وانت بتحكي في الموضوع. لا أنا معلش، انت بتحكي عن الصناعات هذا جميل ويعني محفز، بس في كثير من الشعب من الصناعات الحرفية واليدوية والصناعات الأخرى هجرت. الخليل كانت تمتاز، ما يميزها عن سائر المحافظات إنه هي كانت عندها اكتفاء ذاتي في كل الصناعات، الأحذية، الجلود، الزجاج، الحجر، الحرف اليدوية اللي تلاشت، صاروا يستورد الناس الصيني، وبالتالي سوقنا الشعب الفلسطيني فقد بريقه وفقد معناه التراثي والحضاري. أكيد في له أسبابه. أنا بدي أعطيك وفقد أكيد جملة صناعة في فلسطين. بس أنا شغلتين، أول شيء صناعة الأحذية والجلود هي صناعة يعني بعتقد عمالنا بنحاول بقدر المستطاع رجعها إلى مكانها عليه، وعندنا مصانع وبتصدر اليوم من الخليل بتصدر، وعمالنا بنسوي منطقة حرفية على مساحة 330 دونم اشتغلنا أرض، وعمالنا بجهد ذاتي طبعا مع أصحاب نفس القطاع وشغالين في صناعة الصناعات الحرفية، عمالنا بنحاول كمان نأكد على ذلك. ولكن أنت اليوم جزء من العالم، موضوع الاستيراد هذا الموضوع طبعًا. قاتل بالآخر طبعًا. موضوع طبعًا. الاستيراد والمواضيع هاي مهمة، عشان هيك اليوم من خلال كممثلين للقطاع الخاص بنحاول نسعى بكل الوسائل حتى يكون في حماية للمنتج الوطني. أنا بقول لكم اليوم مثلا في قطاع الألبان احنا بنغطي اكبر اغلب السوق المحلي، بنغطي بالصناعه المحليه الوطنيه، مزارع الابقار اليوم عندنا كلها اغلبها بتغطي بكفايه السوق الفلسطيني. هاي مواضيع مهمه. صدقوني اخواننا، ممكن انا مهما بدي احكي لغه العين مختلفه، انا بقول لكم الاقتصاد الفلسطيني والشعب الفلسطيني وما يتم انجازه بالظروف اللي بنعيش فيها، انا اتحدى فيها العديد من يعني الدول المستقلة واللي ما عندها مشاكل، لأنه الظروف صعبة. بس أنا بقول بحكي لكم كمان مرة إنه لدينا، نقول إحنا مش هنركب بالآخر بديش أكبر الموضوع، بس أنا بحكي لكم مع ذلك بالنسبة لإنه جزء من الصمود وجزء من الإرادة إن نكمل هون ونوجد مستقبل لأبنائنا. أنا لازم أوجد أمل للمستقبل للأجيال القادمة طبعًا. بما يتعلق بموضوع الصناعة والإنتاج، ثقافة الإنتاج يجب تعزيزها. عشان هيك اليوم إحنا اللي بنطلع لإله اليوم إشي مهم جدا، ممكن أنتوا تقولوا شو الجزئية هاي، موضوع الإعلام، موضوع خطير، موضوع مهم. وجودكم بيننا اليوم هي نصرة لنا. الحلقة رائعة جدا، كنا نتمنى أن يطول الحديث، الحديث عن مدينة غالية على قلوبنا جميعا، إجينا من مصر ومن الأردن ومن العراق حتى يعني نكون في هذا المكان الرائع ونحكي عن ونوضح الحياة وصورة الحياة اليومية اللي بيعيشوها أهل الخليل من المعاناة، الألم اللي مقابله ألم وإصرار وإرادة. أنا بدي أشكر تواجدكم معنا، شكرا للأستاذ عماد حمدان وحضرتك مدير عام للجنة إعمار الخليل، وكل الشكر لحضرتك الأستاذ عبدو إدريس رئيس اتحاد الغرف التجارية في فلسطين والصناعية أيضا. أهلا وسهلا فيكم.